وانا جاي النهارده الاستديو عشان اسجل، قابلني شاب لطيف جدا جدا في الاسانسير، حرك فلان، قلت له ايوه اتصور معاك، قلت له ما عنديش مشكله. اخر سؤال ساله لي بيقول لي انت ليك في الكوره، ف وقفت بقى عند السؤال ده، قلت له لا افهمك بقى عشان السؤال ده صعب شويه. قلت له انا كنت في مدرسه حكوميه، مدرسه قويه جدا اسمها مدرسه الاورمان، الاورمان النموذجيه في اول شارع البطل احمد عبد العزيز وانت طالع على المهندسين. فكنت عندنا حاجه اسمها اسر، كانوا ست اسر، كنا ست اسر، اسره مصطفى كامل واحمس وتحتمس والمعز، ست اسر. فانا كنت في اسره مصطفى كامل. اسره مصطفى كامل كان التيشيرت بتاعها ازرق والشرطات كلها زرقاء، احمس ابيض، تحتمس اصفر، وهكذا. فانا كنت تيشيرت ازرق والشورت ازرق، فما عجبنيش. كان في عمال في الوقت ده بيلبسوا اللون ده، فرحت للناظر، والله هذا حصل والله، قلت له انا عايز انقل من اسره مصطفى كامل الى اسره احمس لان ابيض بازرق احلى. قال لي شنطتك معاك؟ قلت له لا، شنطتي في الفصل. قال لي طلعتها خدتها. قال لي انت اترفدت. قلت له ازاي اترفدت يعني؟ كنت في اولى اعدادي. قال لي روح وابعت لي ابوك بكره. فروحت، فلما جه والدي رحمه الله عليه، وكان راجل رئيس محكمه النقض فيعرف يدافع كويس عني، فقال له احنا عاملين الاسر ده عشان نعلمهم الانتماء، مفيش حاجه اسمها ينقل من اسره لاسره. اي انتماء الان من لاعب كان بيلعب في نادي كبير جدا وينقل نادي تاني عشان ثلاث تعريفة زيادة، اي انتماء لمدرب كان بيدرب نادي وينقل نادي تاني عشان ثلاث تعريفة زيادة. هشجع كرة ازاي في هذا الجو اللي مفيهوش ريقة رائحة؟ ده هي الكورة انتماء، بس بيعلمك انك انت تبع نادي معين وبتشجع النادي ده. طب ما زي ما اللعيبة بتلعب كده، ما احنا كمان نعمل كده، يوم اشجع النادي ده ويوم اشجع النادي ده، هل يبقى منظري كويس؟ فالولد اقتنع جدا جدا، واتبسطت اني وصلت له الرسالة.